وكأن الأرض تضيق بما رحبت على الأنام الذين لا يجدون على ظهرها ملاذاً آمناً. سيراً على الأقدام وفي ظروف استثنائية، أجبر الآلاف على النزوح هرباً من موت يتربص بهم. من ويلات الغزيين في فلسطين إلى مآسي مسلمي الروهينجا تمتد الفواجع والنكبات. في بنغلاديش حيث أجبر الآلاف على النزوح من موطنهم الأم ميانمار إثر تصاعد حدة القتال في ولاية أراكان، وقدرت الأمم المتحدة أعداد النازحين بنحو 45,000، وهو عدد يضاف إلى أكثر من مليون شخص من الروهينجا موجودين في بنغلاديش بعد فرارهم من عمليات تطهير عرقي سابقة. إذ تصف الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية العنف ضد مسلمي الروهينجا بأنه تطهير عرقي أو إبادة جماعية رفعت بشأنها دعوى لدى محكمة العدل الدولية. رغم ذلك يكتفي المجتمع الدولي بإبداء القلق والاستياء إزاء تقارير استهداف المدنيين واستخدامهم دروعاً بشرية، فضلاً عن ممارسات التعذيب والعنف ضد النساء والأطفال في ميانمار. وبعد مضي 7 سنوات على بدء أحداث العنف ضدهم، ما زال آلاف الروهينجا ينزحون قسراً من غرب ميانمار لذات الأسباب، ما دفع عشرات الآلاف منهم في مخيمات في بنغلاديش للتظاهر مطالبين بإنهاء العنف وحق العودة إلى بلدهم. لجأ أكثر من 2000 مسلم من الروهينجا إلى بنغلاديش منذ إطاحة رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة مطلع أغسطس الماضي، فيما تعهدت حكومة بنغلاديش الجديدة بمعالجة مشكلة الهجمات ضد الأقليات الدينية، غير أن الحالة ما زالت على ما هي عليه. فمع استمرار إغلاق نقاط العبور إلى بنغلاديش، يجد أفراد مجتمع الروهينجا أنفسهم محاصرين بين وطن يلفظهم وجار يرفضهم، دون أي سبيل لإيجاد مكان يؤويهم في غفلة من العالم. عزيزة محمد نور، تيرتي عربي.